الأطفال اللي عايشين جوا المخيم هم كمان عايشين الحدث، عايشين بشكل مباشر، عايشين إطلاق النار في الليل، قنابل الغاز في الليل، عايشين الاستشهاد. أنا دخل علي، يعني فتحوا الباب، دخلوا علي بالبواريد والأسلحة والكلاب، ودخلوا وصحوني. صحيت لقيت يعني 4-5 جنود في غرفتي. كنت نايم، أجى الجندي بكى جاب معه الكلب، حط الكلب فوق على التخت، الكلب صار شمشم، أنا صحيت على الكلب واللي ضوى الكشاف في وجهي، شدني من إيدي وسحبني عن التخت. صرت أصرخ، قلت لهم وين أمي وين أبوي، صاروا يقولوا لي ما نعرفش. كان كثير صعب الوضع لأنه دخلوا على الولد في غرفة النوم والضوء مطفي وضوا على بالليزر على وجهه. هاي كانت أصعب إشي مر عليه هذا ابني، كان صغير، كان قبل سنتين، كان عمره 7، فارتعب وصار يصرخ يصرخ بطريقة يعني مش طبيعية. الأطفال بصير عندهم كوابيس في الليل، بصير عندهم سلوك أكثر عنفا، بطل يروح على المدرسة، بصير عندهم مرات لا مبالاة، بصير عندهم مشاكل في النوم. لما أجي أنا بظل أفكر إذا دخلوا علينا اليهود ولا لا. هالحين إذا دخلوا ولكوني بدي أرجع نفس المشكلة، فأنا يعني صرت مرات أروح أنام عند أمي. بطل ينام لحاله، صار كثير كثير يخاف في الليل. إذا أنا طلعت بتصل علي 20 تليفون في الليل، لأنه كل شوي جاية وكتير جاية وكتير جاية. ليش؟ لأنه بخاف يجي الجيش حتى لو كانت الدنيا بدري. بعدين لما صاروا يجي الجيش الصبح كان بديش يروح على المدرسة، وبظل يعني مفكر فيهم، يعني مرات بنتبهش للدراسة كيف بتمر معي وأنا في الصف وهيك، والمس بظلت كلي انتبه. مش طبيعي انك تيجي لولد صف اول صف ثاني تطلع على شو برسم، برسم لك دبابة. هذا اشي مش طبيعي، هذا مش برتبطش في التطور الطبيعي الادراكي عند الطفل، هذا اشي غريب.